على فكرة اسمعي بقى مع المدرس. أيوة مالي؟ مدرس بيتكم وين؟ ما في مدرس. مدرس بيتكم بيتكم بالصوت ما بنلعبه. اوكي ما بنبدي. قل لي أم انا مصور ترى على فكرة قاعد اصور. يلا سكر الباب وخلي ما تخلي حد عندك بالغرفة. اوكي خلاص الحين سويت. يلا قلش. يلا يلا نبدأ. واحد اثنين ثلاثة. يا الله خلنا ندخل الحمام السبح. ساكن ويلا وش شاف مع السلمة سيكون وش. يلا على البر على البر. انت بالحمام. خلصت خلصت. يلا يلا انت خذ سيارة ولا سيارة. ما نبي بانجيات لانه بنروح المخيم. يا دوار تعا تعا. يلا سيارتين سيارتين. اختصر منا. هو ذي الطق كل يوم طق السيارة وتعدلوا ذا. أنا شكلي بعد بدفع فلوس ما أقدر. شوف علقت ما أقدر أنزل يوم. شباب ما بيعيونا بالمخيم حرام. يا ولد تعال تعال تعال. شباب مو بالمخيم. يا ولد هنا ما اقدر انزل. شوف بتحك السيارة تحت مرة. يلا انزل ما في مشكلة عادي. يلا بحاول. عادي عادي والله ما بصير شيء. يلا ما خاشي. خاطر ما خاشي. يا ولد يقولوا في يوتيوب انا اسمع ناس. والله اوكي ذا يوتيوب. هذا كيف شغلين هيك. يمكن شغلنا بال المخيم. تعال هنا هنا نشتري اشياء. بس ما في على العشاء. سمك بيض جزر عصاية خيار شو اسمه ذا خس فلفل بيبسي بوفك. بدنا ناخذ عصير كبير. وين وين؟ يلا خلنا ناخذ. يلا كمل الحساب. كم؟ 25. يلا شيل 25. لا قال 30. يلا غبي بدفع عليه 5 ريال. شيل. يلا تعال فوق من هنا. هذه غرفة واحدة. لا والله ما غرفة واحدة ادخل منها. روح انت. تعال تعال من نغير شيء. ما نطالع صور نلعب صور قوية. بلكونة. المخيم كبير تعال شوفه من برا. انت اول مرة تشوف المخيم شيء؟ لا اول مرة ادش يا اخي. تعال تعال من اول مرة تدخل فندق. عندك وش؟ اول مرة دخلت فندق. انا بقى بشرب عصير لحظة. انا بنطرك تحت. والله جاي جاي. هلا في ملعب كورة منا تعال نلعب. ولا ودخلها من اول مرة. ودخلها. وين السلاح؟ عندي كرة ثلجية. عندي خلدي. دخلتها.
أفضل ما تدخل. يلا العب 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 فيها العب العب. أسحب عمي. لا راحت. لا وش يا أخي؟ إذا يا رسمة يا ولد يقولون هذا في هذا التلفزيون. تعال يعني ليه بالمخيم ما في تلفزيون؟ صح يا رجال انا التلفزيون ترى حول ما تشوف. اه والله ما في. روح شوف ترى هذا تلفزيون. وي هذا تلفزيون. هلا ومنه تلفزيون بعد. وين؟ لا 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 منه وين ترى من انا يا طاير. بسم الله الرحمن الرحيم. مهجور تعال شوف طاير. الزبرة يا ولد الزبرة يا ولد الزبرة. أنا بزبر خلاص الزبرة. تعال لا تخاف لا تخاف يا رجال. مهجور والله. نروح الشارع نروح الشارع. يلا يلا والله مهجور مهجور يا ولد. ما في شيء يا رب. حنا باركين يعني في زين. خلاص اسكت خلي الموضوع. الله الرحمن انا راح سياره قلبي توها. حبيبي عبد والله ما اعرف اسوق متوتر يا رجال. وي تعال انا بفر منه. شو ليه ممكن سيارة؟ أفا وين رحت أنت؟ خربت طوال. الو هلا وينك ميت؟ شالي احس انه صغرون. لا نشتري شالي جديد. والله في شالي اعرفه كبير شوي نشتريه وقريب هو من بيتنا. نشتري ده اللي جبت. ايه يا ضاه والله. لا لا اللي منا اللي منا انزل 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 بعلمك وين المكان. انزل انزل يا ولد انزل. ايه هاي صار ليش بكوات على السوق؟ لا هو راعي يقول ب500,000. ده الشارع 500,000 ده. بعد عطلنا سيارة. كفو والله. نشتروا. هنشوفه. وقال شوفوا انتو. انا دفعت الفلوس خلاص. عليه حلو من هذا من الحمام. اوكي نشتري. شريت اصلا خلاص. انا يا ولد تعال خلنا نروح خلاص. يلا بعد أنا موقفين سيارتنا منها نعدلها. آخر قريب الشاليه يعني عادي نمشي لها ماشي. إيه.
ولد يا اخي ما له الا خاطري. يا رجال قول لي شوي ومن تزعجنا يا ولد. عطانا سيارة. أحلى أحلى. يلا أركب 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 أروح. أحب الوطن والشيوخ ما شفت إلا لما يعيش يا أخويا. بقالة طنجل. يا ولد ايش رايك نرجع المخيم يمكن راح كل شيء. يلا نرجع. انا ما شريت شيء.